بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن مع المترجحات، الدرجة الأولى بمجهود واحد ليكن أ عدد حقيقي غير منعدم، كل متفاوتة تكتب على شكل AX زائد B أصغر من صفر، AX زائد B أكبر من صفر، AX زائد B أصغر أو يساوي صفر، AX زائد B أكبر أو يساوي صفر، تسمى متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا الطريقة ديال الحل هذه المترجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، طريقة بسيطة، لاحظوا معايا مزيان. دونك AX زائد B أصغر من صفر، نبداو بهذه بحال نفس الطريقة، كتعني لاحظوا معايا مزيان، كنضيف ناقص B لطرفين، يعني AX أصغر من ناقص B، ما عنديش مشكل، ولكن هنا حداو راسكم خصني نضيف المقلوب تاع A، إذا كان A سالب، هنا غيكون عندي جوج ديال الحالات، إذا كان A موجب شنو غيكون عندي؟ نضرب المقلوب نتاع ا غيكون موجب حتى المقلوب، اكس صغر من ناقص بي على ا، ما يغيرش الترتيب، ولكن الا كان ا سالب، ا سالب شنو غتولي؟ اكس اكبر من ناقص بي على ا، صحيح؟ يعني هنا الحل هو من ناقص، هنا الحل اس هو عبارة عن مجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص بي على ا، دابا غتفهمو من التمرين، وهنا الحل غادي يكون من ناقص بي على ا حتى بلس لانفيني، صحيح؟ دونك غادي نديرو امثلة ونفهمو كتر. دونك ناخدو الامثلة التالية، دونك حل في ار مترجعة التالية، نبداو بمترجحة بسيطة، جوج اكس ناقص واحد اصغر او يساوي اصغر قطعة من الصفر، مزيان، هادي يعني نضيف الواحد الى الطرفين، تولي جوج اكس تساوي اصغر، عفوا اصغر قطعة من واحد، يعني اكس اصغر قطعة من واحد على زوج، صحيح؟ دونك هذا هو الحل نتاعها. إذن اس يساوي من ناقص ما لا نهاية حتى الواحد على زوج خارج المجال، لأن عندي قطعة. أجي إلى عطاك نفسها وقالك أصغر أو يساوي صفر، اش غدير؟ بنفس العملية، جوج إكس أصغر أو يساوي واحد، إكس أصغر أو يساوي واحد على جوج، ولكن غير في الحل اس من مولا فيني حتى الواحد على جوج، واحد على جوج داخل المجال، لماذا؟ لماذا داخل المجال؟ لأن عندي أو يساوي، متفقين؟ ملي كيكون أو يساوي كنديرو داخل المجال، ملي كيكون قطعا كنديرو خارج المجال، إذا كان عندي أكبر قطعا هنا، أكبر قطعا، يعني خصني ندير أكبر قطعا، أكبر قطعا، إذا الحل في هاد الحالة شنو غيولي؟ شنو غيولي؟ أكبر قطعا، يعني من واحد على جوج الفوق، خارج المجال لأن عندي قطعا، تبلوس لافيني. يعني من واحد على جوج الفوق، كبير على واحد على جوج، من واحد على جوج الفوق، صحيح. إذا كان هنا أكبر أو يساوي، دونك غادي نحيدو الرموز ونحيدو إس. إذا كان أكبر أو يساوي، نفس العملية غنديروها، أكبر أو يساوي، أكبر أو يساوي، دونك الحل من واحد على جوج الفوق، يكون داخل المجال. علاش داخل المجال؟ لأن عندي أو يساوي، مزيان. أجي إذا كان عندي معادلة متراجعه اخرى، عفوا متراجعه اخرى بحال هذا الشكل، عندي ا سالب ناقص 3 اكس زائد ولا ماشي حاجه ولا ناقص ما يهمنيش زائد 2 اكبر قطعه من الصفر، بغينا نحلها المترجحه، يعني اش غندير؟ سوف نضيف ناقص 2 الى الطرفين، الترتيب لا يتغير، ناقص 3 اكس اكبر قطعه من ناقص 2، يعني هنا ناقص 3 سالب، هنا خصنا نحضر راسنا، سالب يعني الترتيب سوف يتغير، لأن سوف نضرب في ناقص 1 على 3، إذا إكس غتولي أصغر ما يبقاش أكبر، لأن معامل إكس سالب، ملي كيكون معامل إكس سالب الترتيب كيتغير،
أصغر من ناقص 2 على ناقص 3، وهذا ناقص 2 على ناقص 3 ناقص مع ناقص 2 تولي 2 على 3، اتفق معايا؟ إذا هنا اس أصغر يعني من ناقص ما لا نهاية إلى 2 على 3. المجال مفتوح، شوف ما لا نهاية دائما المجال مفتوح، زائد ما ناقص ما لا نهاية. في العدد إذا كان قطعًا كندير مفتوح، إذا كان أو يساوي كندير مغلوق. مثلا كنت أو يساوي، هاهي أو يساوي أو يساوي أو يساوي، يتولي مغلوق بكل بساطة. صافي شي مكان مزيان. ألو روح الملاحظة، خصك تعرف مثل هادشي في المستقيم العددي، كدير المستقيم العددي زوج على ثلاثة ما غنديرو الصفر، هنا زوج على ثلاثة تقريبا 0.66، دونك غتكون هنا مثلا جوج على ثلاثة إلا كان هنا واحد مثلا، ياك هنا تقريبا داكشي. إكس صغيرة، إكس صغيرة على جوج على ثلاثة، يعني إكس غتكون من هنا جوج على ثلاثة داخل المجال، دونك هذا هو التمثيل ديال هذا الحل على المستقيم العددي، صحيح؟ إلا كان عندي الحالة الأخرى، إلا كان عندي هنا أصغر أو يساوي، لكن أصغر أو يساوي بكل بساطة غادي يبقى هنا أصغر أو يساوي عندما نضيف عدد ترتيب لا يتغير، ولكن هنا سوف نضرب في المقلوب عدد سالب، إذا الترتيب سوف يتغير، لكن أصغر يولي أكبر، أكبر، متفقين معايا؟ أكبر يعني إلا بغيت نمثلو في المستقيم العددي، ها زوج على، أظن زوج على ثلاثة هنا، هنا الواحد، هنا زوج على ثلاثة، دونك الجزء اللي كيحقق إكس كبير على زوج على ثلاثة هو هاد الزوج، هنا دايما بلوس لافين وهنا مو لافين، ياك. زوج على ثلاثة عندي أو يساوي غيكون داخل المجال، يعني أس من زوج على ثلاثة حتى بلوس لانفيني، هذا هو الجزء اللي كيحقق الحل. زوج على ثلاثة داخل المجال لأن عندي أو يساوي، لو كان عندي قطعان غندير مفتوح، صحيح؟ مفتوح يعني مكيكونش داخل المعقوفات، الرقم مكيكونش داخل المعقوفات، هذا مفتوح يعني بحال هكا، هذا مفتوح الرقم خارج المعقوفات، داخل المعقوفات راه يعني أو يساوي، يعني ممكن يساوي، صحيح؟ مزيان. هادو المتراجعات لي سامبل يعني ما عندناش فيهم مشكل، ولكن فين عندنا مشكل هنا؟ الا عطاكش المتراجع بحال هادي، جداء كيف دير تحل هاد المتراجع؟ دونك انا نتابعو مزيان الطريقة اللي غنستعملو. القاعدة نتاعي هي هادي، اي ا اكس زائد بي، عفوا هنا اكس وهنا ا اكس زائد بي، هنا من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية، هنا الحل نتاع هاد المعادلة اللي كتساوي صفر في ناقص بي على أ، متفقين معايا؟ كتنعادل، هادي كتساوي صفر ملي كيكون إكس تساوي ناقص بي على أ، كما لقينا الحل في الأول، كنا نديرو المعادلة في الدرس اللي فات، ياك هو، ألور العكس نتاع أ هنا إشارة، لكن أ موجب هنا غتكون سالبة، هنا عكس إشارة أ، وهنا إشارة هنايا مع إشارة، صحيح؟ باش تفهمو نديرو هاد المثال اللي عندنا الفوق، باش نعرف الإشارة نتاع جوداء، لأن باش نعرف واش موجب ولا سالب، خصني نعرف الإشارة نتاعو كي داير واش موجب ولا سالب، ياك لأن هذا أكبر من صفر، شوف معايا مزيان، كنشوف هادي فوقاش كتنعادل، كنحل هاد المعادلة، يعني جوج إكس تساوي واحد، يعني إكس تساوي واحد على جوج، لقيت الحل تاع هادي، نشوف الأخرى. شنو شفنا في المعادلات تقولش ما عرفتوش ياك، اش كندير؟ كندير واحد جدول، كندير الاشاره نتاع هادي والاشاره نتاع هادي، هنا اكس الاولى هي زوج اكس ناقص واحد، الثانيه هي 3 اكس زائد 4، في التالي اش كندير؟ كندير الجداء نتاعهم، زوج اكس ناقص واحد، فهموا مزيان هادشي، في 3 اكس زائد 4، وكنشوف دابا اش غندير. هاد الأرقام هاد الحلول اللي لقيت نرتبهم، هنا بعدا ناقصنا هنا زائد من هنا، كنرتبهم، شكون الصغير؟ هو هذا السالب ياك، هذا هو الموجب، هادي فين كتنعادل؟ الصفر نتاعها هو هذا، هادي كتساوي صفر ملي يكون إكس تساوي واحد على جوج، هادي فوقاش كتساوي صفر ملي يكون إكس تساوي ناقص ثلاثة على أربعة، كنجر على هذا، الجودة إذا كان صفر في عدد يعطيك صفر، عدد في صفر يعطيك صفر، يعني كتنعادل في جوج، ياك، دايما بهاد الطريقة. هادي زوج موجب، يعني قبل غندير عكس إشارة قبل الصفر كندير عكس إشارة أ، وهنا إشارة أ، كذلك هذا ثلاثة موجب قبل الصفر عكس إشارة أ، بعد الصفر إشارة أ، دابا هذا الجدان تاعهم، يعني هذا في هذا، ناقص ناقص يعطيك زائد، زائد ناقص يعطيك ناقص، زائد زائد يعطيك زائد، حنا شنو بغينا؟ بغينا فوقاش تكون أكبر
من الصفر، يعني بقى تكون موجب عليا انا ديال اكبر من الصفر. يعني اس في جوج حالات، من مول انفيني حتى ناقص 4 على 3 داخل المجال، اتحاد من هنا على زاد داخل المجال، لان عندي او يساوي، كون كان عندي قطعه نخرجها، قلنا مالي الانعدام مفتوح ما نهضرش عليه. هنا يعاود في هذا الجزء من واحد على جوج تال بلس بلس انفيني، مثال اخر بسرعه هكذا هو الحل. صافي كملنا الحل، مثال بسرعه هذه ناقص 3 اكس زائد 1 في اكس ناقص 4 في نزيد واحد اخرى جوج اكس زائد مثلا 1 مثلا، ولا ديرو نقلبو على مال 1 ناقص اكس مثلا، ديرو مثلا اصغر قطعة من الصفر. مزيان، هذه شويه كبيره وشويه معقده، يعني بكل بساطه كنشوف كل وحده 1 ناقص اكس كتساوي صفر ملي يكون 1 يساوي اكس، يعني كتعادل في الواحد. كملنا معها اكس ناقص 4 يساوي صفر، يعني اكس يساوي 4. كملنا معها ناقص 3 اكس زائد 1 يساوي صفر، يعني 3 ناقص 3 اكس يساوي ناقص 1، يعني اكس يساوي ناقص 1 على ناقص 3 يعني يساوي 1 على 3. كملنا كندير واحد الجدول نجمع فيه كلشي داكشي. هنا اكس من مولفين حتى بلس انفيني، الاولى ناقص 3 اكس ديرهم ما واخا ما رتبتهمش ما كان حتى مشكل، الزوجه اكس ناقص 4، الثالثه واحد ناقص اكس. كملت مع هذوك، ندير دابا الجدول تاعهم كاملين، يعني هادي في هادي في هادي. دونك ناقص 3 اكس زائد 1 في اكس ناقص 4 في اكس ناقص 1 ناقص اكس بار. مزيان، فوقاش كاين عاد موال، عندي 1 و 4 و 1 على 3، شكون الصغير؟ هي 1 على 3 ثم 1 ثم 4، هادي فين كتنعادل؟ في 1 على 3 ياك، هادي فين كتنعادل؟ في 4، هادي فين كتنعادل؟ في 1، والجدال كينعادل فيهم ب 3 صحيح؟ هادي ندير لها الإشارات، معامل إكس سالب، إذا أنا غتكون عكس إشارتها موجب سالب سالب سالب، الصفر هو اللي كيقسمو، الصفر، هاد الصفر اللي لقيته هنايا، هنا لقيته 1 على 3 ياك، هادي فوق فراس الصفر نتاعها واحد، قبل عكس إشارة إكس، إكس سالب موجب، عفوا هنا غندير سالب 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 موجب، عكس تاع إكس، هنا إكس سالب، يعني هنا غندير موجب، موجب سالب سالب، عكس إشارة إكس، هنا إكس سالب، إذا قبل منه عكس وموراه الإشارة تاع إكس، هنا إكس موجب قبل منه العكس مورا الإشارة، زائد في ناقص، دابا هذا هو الجدال تاع ثلاثة، زائد في ناقص ناقص زائد ناقص، ناقص في ناقص زائد زائد زائد، ناقص في ناقص زائد في ناقص ناقص، ناقص في زائد ناقص في ناقص زائد، كملنا، شنو بغينا؟ فوقاش تكون أصغر قطعة من الصفر، فوقاش تكون أصغر قطعة من الصفر، يعني سالبة هنا وهنا، ياك؟ إذا أس كتساوي هذا الجزء هو من مولى فيني حتى لواحد على ثلاثة، ما ناقص ما لها دائما مفتوح، واحد على ثلاثة غادي نشوف، عندي قطعة إذا حتى هو مفتوح، و هذه اتحاد كتعني و، المجال الثاني هو هذا كتكون سالبة هنا، يعني من واحد حتى لأربعة. مفتوح مفتوح، لماذا؟ لان عندي قطعه صحيح. اولا اش غادي ديروا دابا؟ عندكم الكتاب المدرسي غادي تشوفوا واحد مجموعه من التمارين تخدموهم، اللي لقى شي مشكل في شي تمرين يصيفطونا في مجموعه ديال الفيسبوك وان شاء الله نعاونوه، يعني ما غاديش نعطيوه الجواب مباشره الا اذا كان تمرين معقد اولا نشرحوا له بالفيديو، اذا هو خصو يدير مجهود وحنا غنساعدوه باش يكمل على المجهود نتاعو. اذا الله يوفق.